هذا وأعرب سعادة أحمد بن عامر الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب العماني عن سعادته بالمشاركة العمانية في فعاليات اليوم الرياضي البحريني، مشيدا باختيار يوم رياضي وطني وبما يحمله من دلالة على الاهتمام الذي توليه القيادة بالرياضة بشكل عام. أود أني أعبر عن سعادتي أني أشارك أخواننا وأشقائنا في مملكة البحرين هذه الفعالية والتظاهرة الجميلة، هذه الفعالية اللي تجمع جميع أفراد المجتمع، كافة الجهات الخاصة والحكومية في مكان واحد، في موقع واحد، لممارسة الرياضة، واختار هذا اليوم اليوم الوطني في البحرين. نعم. دلالة كبيرة يعكس مدى اهتمام القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظ الله ورعاه، وعلى أيضا حكومة الرشيدة باهتمامهم بالرياضة، واللي لامسنا حقيقة من هذه الإنجازات اللي حققتها المملكة في منجزات رياضية وحضارية في مختلف المجالات والأصعدة. سعيدين جدا بالمشاركة، وسعيدين أيضا بالدعوة اللي تلقيناها من الهيئة الرياضة البحرينية وعلى رأسها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ودعمه الكبير لهذه الفعالية.